كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. سايس خو كاميرا الحق معاك كانت حاضره في سطح بيا الذيبه وين كان المولدي البناي لامم الجماعه الكل ولا تحومته الحي اللوطاني والفوقاني ويحكي لهم على المقترح اللي جاه من عند رئيس الحكومه يوسف الشاهد اللي طلبوا من الصين تحديدا واقترح عليه منصب وزير الطاقه. المولدي رفض في البدايه لكن رئيس الحكومه يوسف الشاهد ألح. المولدي المرة الثانية ما قالوش لا، قالوا اعطيني فترة ومهلة نخمم نشاور المستشارين نتاعي في الحي اللوطاني كل من نمس وبيا الذيبة ونرجع لك. هذاك علاش كاميرا الحق معك حضرت في سطح بيا الذيبة باش سمعت المناوشات والمشاورات هذه اللي صارت غادي قبل ما المولدي يجاوب رئيس الحكومة. كاميرا الحق معك حضرت بالسرقة وعملت روحها زعما طاولة وحضرت لكم التحقيق هذا. يا مولدي اسمعني، يا انا كبيا ذيبه حبيت نقول لك يا ودي رد بالك لا تقول له اوكي وتولي وزير الطاقه، راهو الحي كامل يكرهوك ويقولوا لك كيفاش تونس فيها بترول واحنا مش قاعدين ناخذوا في باي. يا مولدي شو تنطيب، يا مولدي يقرا حسابك، راهو الشعب ما عاش بهلول. والله يا بيا اسمعني، نحمد الله من التكوين يسمح لي في الطاقه ونار كامل مصلي على النبي ولد حومه كامل يقولوا لي ملا طاقه عندك بديش تشوف الامور وذا ان عاده فهو يدل معناه حمد لله على ما كلت للبلاب قبل ونار كامل عندك حطها. ثانيا فيما يخص المقترح اللي اقترحوا عليه الوزير، انا بطبيعتي ما قلتلوش ليه، قلت له نخمم في الموضوع هذا ومن بعد نجاوبك خاطر نعرف روحي شنو الضر لو كان نولي وزير طاقه وما نقولش للتوانسه وين عنا بترول وين ما عناش. يا مولدي انت شقولك يا مولدي تقول له لا ما نوليش وزير طاقه واقترحني انا، قل له سيد رئيس الحكومه انا نقترح مثلا مختلط لي يولي هو وزير الطاقه. يا حبيبي اتو تشوفوا الطاقه نتاعنا كيفاش تولي، تبنيها العظيم في بلاد الكريم كما توليش المانيا وفرنسا وامريكا العظمى يتسلفوا في الفلوس من عنا نحن تونس، انا ما نتسماش المخ. بلي بلا سي مختار بيه، وفي صوره ما تسلفوش من عنا اش تعمل انت؟ شو ايش نعمل؟ قلت لك ما نسماش المخ، تو نبدل اسمي نولي سندس ولا انصاف ولا سمير، مش مشكله جات في تبديل حكم هو يتبدل. اما لا بالحق تو جماعه انتم تفادلكوا، انا نخمم بالحق يوسف الشهاد نقول له قبلت بالمنصب هذا ناخذ المنصب كما نقولوا نهار خميس وافقت كما اليوم، نهار جمعه نقوم نمشي نعمل تحوير نبدل بيروات اللي عندي الكل وبعد نرخص في الليسونس نرجع لتر بالمية، فهمتني؟ خلي الحي اللوطاني الكل يصب بلا، كل الناس الكل اللي عندها موترات حي اللوطاني كلها صب بلا، وبات انت عاد مكريت البولو دو جديده نتاعك صب فيها بلا، وبات خلوا نحوني وبرا نحوني، المهم حومتي كامله ولات صاب بلا ايصوص، معناها يقولوا المولدي ما يخممش ولات حومته، راني وزير طاقه ونفهم في الامور تاع الطاقه. بلي لحظه مولدي تو انت دعملنا في فيلم تفهم في الطاقه، اش معنيها الطاقه فسر لنا؟ وشي عليه بالك ما نعرفش معناتها الطاقه، الطاقه هي الشارج. ونحن هو الشارج معناه بلادنا في حاجه للشارج، عادي نعم مثلا تونس تحل الطاقه معناها تحل الشارج ناخذ لها زوز بيلات ديما نحطهم ريزيرف في صوره ما البيلات هذاكم طاحوا ما عندناش بيلات اخرين ناخذوا البيلات لقدام نقدموهم نرجعوه ترجع تونس اون شارج. وعلاش لا مثلا ناخذوا بلاد صغيره نعملوها باور بانك كي تونس تطيح الطاقه نتاعها وتيح الشارج نشارجوا بالبلاد الاخرى. يا ودي راهو كله تكتيك تكتيك تكتيك، وناخذوا كل الخيوط تاع البطاريه ذاك كي تونس تحل الشارج تولي كديماري تريخ مثلا نشارجوها بالزيت واحنا ماشي. يا ودي راني وزير طاقه في مخي، عم بالكم شن حاير سايس خو